صاحبنا زي ما بيقول جاي من بلاد بعيدة لا زاد ولا مية صاحبنا واحد من أشهر شعراء العمية في مصر والعالم العربي تعرفه لما تشوف ملامحه الصمرة ولهجته الصعيدية مين ما يعرفش أشهر شخصياته اللي كتب عنها في أشعاره أحمد سماعين والخواجة لامبو وعبد العاطي اسم المشطوب ومين ما سمعش عن جوابات إحراج القط وأكيد ما حدش هينسى العم يمنى طب مين ما سمعش أشهر أشعاره اللي غناها كبار المطربين احلف بسماها وبترابها وتحت الشجر يا وهيبه وعدى النهار وعرباوي وعيون القلب واه يا سمران اللون وساعات ساعات وشباكين عن نيل عينيكي وجاي من بيروت وبهواكي يا مصر وغيرهم كتير وكتير اكيد عرفت احنا بنتكلم على مين هو في غيره سمراني ابو دم خفيف ايوه هو الخال عبد الرحمن الابنودي لو مستني السؤال فالسؤال بيقول اتنين بالتحديد هما فاطمه انديل وست ابوها نشا بينهم وبين الابنودي قصه حب كبيره خلدها الابنودي في اشعاره يا ترى دول بيقربوا ايه للابنودي كل سنه وانتم طيبين